تعرف تركبها فبتلجأ للطريقه الثانيه اللي هي الوان باي وان. عندنا نوعين من الرموش. في رموش بتكون دايما 6 شهور بتعمل لها ريفايل كل شهر ونص او شهرين وبتدمها، دي بيكون شكلها طبيعي اكتر لان الرمش بتاعها بيكون رمش واحد. وعندي رموش تانية برضو بتكون من 2 لـ3 أسابيع للناس اللي مش بتحب الرموش تطول معاهم، بيكونوا 3 رموش او 4 رموش مع بعض وبيتلزقوا برضو، بيتعملوا في الرموش تمام، بيتركبوا بيكون برضو شكلهم طبيعي وبيدي لوك حلو قوي. وطبعا كل عين ليها المقاس المناسب. يعني لو عين صغيره ما ينفعش نركب رموش طويله او كثيفه قوي، هتصغرها اكتر. ايوه فهماكي. فليها برضو ليها مقاسات وليها حاجات مناسبه. كنا بنتكلم انا وروبي قبل الحلقه على الفيلر. يا روبي كنتي كنت هدخل السؤال ده دلوقتي مع ساره. في بنات برضو دلوقتي حابين قوي ان هم يعملوا فوليوم في شفايفهم، يعملوا فيلر والحاجات اللي يعني احنا دلوقتي بنشوفها كتير. فدلوقتي هي البنت عايزه تعمل فيلر، هل يفضل ان هي تعمل توريد الشفايف قبل ولا بعد الفيلر؟ توريد الشفايف قبل، يفضل ان يكون قبل، لاني انا الحقيقه مش بقدر اشتغل بعد الفيلر، بكون متوتره جدا وانا بشتغل. وهو المفروض ان هو يكون قبل. يكون كمان في وقت قد ايه مثلا بين توريد الشفايف؟ مش اقل من شهر. مش اقل من شهر. عشان برضو في بنات كتير يا جماعه بيقعوا في الخطا ده جدا، بعد ما بيروحوا يعملوا شفايفهم عند الدكتور ويعملوا الفيلر يروحوا بعدها باسبوع او حاجه، فطبعا بتكون ممكن تكون اللي بتشتغل لهم مش عارفه، وممكن كمان تحصل مضاعفات جامده جدا فبتقع هي في المشكله دي في الاخر. بتكون طبعا البنت هي اللي مش عارفه هي بتعمل ايه بالظبط، ممكن تقع. طب حقن الفيلر برضو عايزه اسالك حاجه يعني في الاخر كده، بالنسبه ان هو مش ممكن يضر لو احنا عملنا الشفايف قبليها، ان احنا يعني عملنا اللي هو توريد الشفايف، لو جيت الحقن بقى نفسها ما يأثرش على اللون او يغير اللون؟ لا مش هيأثر على اللون خالص. طبعا اللون خلاص بيكون في الطبقه السطحيه بتاعت الشفايف ثابت وما فيهوش اي مشاكل خالص انها تعمل فيلر بعده، بس مش اقل من شهر او اكتر كمان لو تقدر هيكون افضل. طيب عايزين بقى ندخل على حاجه حلوه برضو جدا انت بتعمليها، وهي ملء فراغات الشعر. ماشي، عايزين نعرف ايه التقنيه اللي انت بتستخدميها في ملء فراغات الشعر؟ بستخدم المايكرو بليدنج والنانو بليدنج. يعني لو فروه الراس هي دهنيه بشتغل بالنانو بيثبت اكتر. لو الفراغات اقل الفروه بتاعت الراس عاديه بشتغل بالمايكرو بليدنج بيكون اكتر دقه. وممكن ساعات بشتغل بالاثنين، المهم يديني شكل طبيعي جدا اهم حاجه. احنا معانا صوره اهي بتوضح برضو. ده كان قبل وده بعد. هنا انا عامله مايكرو بليدنج مش نانو بليدنج، عامله شعر جدا بحيث ان هو يبان طبيعي اكتر، لانه في مقدمه يعني في المقدمه هنا مش بحب اشتغل حاجه فيه او حاجه مالقه اكتر، بحب اشتغل حاجه دقيقه اكتر عشان يبان ما يبانش اي مشكله خالص بقى. تمام. طيب انا برضو عايزه اعرف من ساره، في برضو بعض الرجال يعني بيبقوا عايزين عندهم اماكن فاضيه برضو في شعرهم وعاوزين يملوا الفراغات دي، هل انت ممكن تشتغلي على الموضوع ده ولا بيبقى صعب بالنسبه لك؟ او هو افكتيف قوي بيبان يعني بيبقى شكله كويس ولا بيبقى شكله فيه؟ بيبقى شكله كويس بشرط ان يكون جوه الشعر، يعني فراغات جوه الشعر، مش لو مثلا مكان فاضي بره الشعر لا مش هنشتغل فيه لانه فيه ما بعد هيبان فيك، لازم يكون جوه الشعر. يعني اتليست يكون الراجل ممكن يكون شعره خفيف شويه وعاوز يديله، ده هيبان طبيعي جدا. لكن ما نروحش بقى احنا ما عندناش شعر خالص، لا مش هتنفع، هيبان فيك صراحه مش هيبان طبيعي. طب برضه عايزين نعرف يا ساره، هل ده ممكن يكون ليه ضرر معين ولا هو سيف 100%؟ يعني برضه علشان ملوش اي اضرار خالص، يعني ملوش اي اضرار لانه الحبر طبعا امن جدا مخصص للتقنيه دي بالذات، وطبعا كل حاجه معقمه، دي حاجه اساسيه، وهو كمان او هي بيمشي على الرولز بعد اللي بعد الجلسه تمام، فبنطلع بنتيجه كويسه وملوش اي اضرار خالص، ممكن يدوم من سنه لسنه ونص. انت فعلا جاوبتي على السؤال اللي كنت هساله، ان هو بيدوم قد ايه؟ هل بيقعد نفس الفتره اللي في الحواجب مثلا؟ لا. ولا فروه الراس بتبقى مختلفه؟ ممكن يقعد اكتر ممكن يقعد اقل، بس هو الحقيقه مش بيقعد اقل من سنه سنه ونص. طيب قولي لي يا ساره برضو، ده بيفرق فيه بشره دهنيه او بشره غير دهنيه ولا بيفرق؟ البشره الدهنيه بتفرق معانا كتير في الشغل السطحي، لان على سطح البشره كل الشغل كل الحاجات دي على سطح البشره فهو بتفرق طبعا. بس انا كده يعني ممكن جلسه 2، الثالثه دي بتكون نادرا لما تكون البشره محتاجه.
تمام، يعني نقدر نقول ان انت بتعملي الموضوع بتاع ملء فراغات الشعر ده لو في فراغات بسيطه زي اللي احنا شفناها في الصوره بالضبط. لكن لو حاله مثلا صلع او حاجه كده دي بتبقى صعب جدا ان انت تعمليها. مش صعب ولا حاجه، هو يعني هو مش صعب، بس انا مش بحب اني اعمل حاجه هتبان بعد كده فيك او مش حلوه، فحرام يعني ملهوش لازمه. بحب اشتغل الحاجه اللي انا ضامنه انها هيكون شكلها طبيعي. فهماكي. وبتختاري اللون بقى على اساس درجه لون الشعر طبعا؟ لا اللون هو احنا بنشتغل في البراون.